اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مصر جديده، حلقه الخميس. قبل ما نبدا فقرتنا الرئيسيه، في الحقيقه عندنا فقره اخبار فيها اخبار رئيسيه ايضا وكبيره. يمكن الخبر الاول اللي له يعني وقت قليل جدا، قال من ساعه تقريبا او ساعه، هو البيان الصحفي اللي طلعته لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي، البنك المركزي المصري، واللي قررت في رفع اسعار الفايده بنسبه 2% على الاقراض وعلى الايداع. ده معناه ايه؟ معناه انه فايده الايداع البنك المركزي رفعها ل 11.25% بدلا من 9.25%، يعني 9.25 بقت 11.25. فايده الاقراض ارتفعت من 10.25 الى 12.25. الكلام ده تم النهارده بعد اجتماع اللي انعقد للجنه السياسات النقديه في البنك المركزي. وطبعا حضراتكم عارفين انه هذه اللجنه مشكله بقرار من رئيس مجلس اداره البنك المركزي السيد طارق عامر، وفيها 7 أعضاء هم المحافظ نفسه و2 نواب للمحافظ و4 أعضاء مجلس الإدارة. اللجنة اجتمعت يوم الخميس، بتجتمع كل الخميس من كل شهر ونص، كل 6 أسابيع، وبتحط جدول أعمالها مسبقا وبتبتدي تناقش أوضاع المالية المصرية في ضوء الأوضاع الاقتصادية والتجارية المصرية وبالقطع العالمية أيضا. ويمكن القرار ده كان بعض الناس متوقعه منذ أن قام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية من حوالي 2 أسبوع. لكن اللي حصل أنه هذا القرار صدر اليوم، والبيان الصادر من لجنة السياسات النقدية الحقيقة شرح بشكل يعني محدد ايه اللي دفع لهذا القرار. واللي دفع لهذا القرار احنا هنحاول برضو نفهمه ونناقش نتائجه مع ضيف عزيز موجود معانا الان على التليفون، الاستاذ الدكتور مدحت نافع، استاذ التمويل والخبير الاقتصادي. اهلا بيك يا دكتور مدحت. اهلا بحضرتك دكتور ضياء، واهلا بالمشاهدين الكرام. يعني دكتور مدحت، يعني سؤالي الاول، حضرتك كان في توقعات كثيره منذ او يمكن قبل رفع سعر الفايده في البنك الفيدرالي الامريكي بانه هذا القرار سيتم في مصر. هل كانت التوقعات دي يعني حقيقيه ولا القرار ده جه مفاجئ؟ لا، هو قرار غير مفاجئ وقرار صائب تماما. في اطار طبعا قيام كل البنوك المركزيه في العالم تقريبا بسياسات التجديد النقدي، واهم سياسه للتجديد النقدي واهم يعني ما يتخذ في هذا الاطار هو رفع اسعار الفائده لاحتواء صدمات التضخم الكبير. لا ننسى ان احنا نستهدف التضخم، يعني سياسه استهداف التضخم لدينا تقف عند 7%، 7% زائد او ناقص 2%، يعني بين 5% و9%. الان التضخم سجل في ابريل الماضي 14.9%. هذا يعني اننا الفائده الان وما زالت حتى بعد الرفع الاخير الفائده الحقيقيه سلبيه. وهذا يؤدي الى هروب وخروج يعني التدفقات من النقد الاجنبي تحديدا من ادوات الدين المصريه اذا لم نواكب هذا التراجع في قيمه العمله المحليه من ناحيه، وفي الفائده الحقيقيه من ناحيه اخرى. فكان لابد من اتخاذ قرار لوقف هذا النزيف، خاصة ونحن ندرك أن التضخم الآن مستورد من الخارج. يعني التضخم يأتي من عاملين، عامل الأساسي الذي بدأ في العام الماضي يأتي من طفرة الطلب بعد عام من التوقف، وطفرة العرض أو اللي هو بيبقى كوست دريفن نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد. ونحن نعلم أننا نستورد بفاتورة استيراد وصلت العام الماضي 80 مليار دولار، وبالتالي يرد عبر آلية الاستيراد من الخارج نوع من أنواع الاستيراد للتضخم الذي يحدث في دول العالم. أمريكا مثلا وهي المصدر الأساسي الآن للتضخم سجلت معدلات تضخم لم تحدث أو لم تشهدها من قبل منذ 40 عام. كذلك أوروبا. كذلك أوروبا وكذلك إنجلترا. الاتحاد الاوروبي، يعني احنا بنتكلم على معدل يعني ازمه عالميه بيواجهها العالم بسياسات التجديد النقدي. البنك المركزي الياباني مثلا اتخذ موقفا غريبا، يعني هو يحافظ على اسعار الفائده قرب الصفريه، مش عايز يتحرك، وما زال يتكبد خسائر كبيره. صحيح. وتتدفق الاموال الساخنه خارج البلاد بشكل سريع. نحن لا نمتلك رفاهيه
خروج الاموال الساخنه حتى على الرغم من يعني رداءتها، لكن لا نمتلك هذه الرفاهيه لاننا نريد هذه الاموال من اجل سداد فاتوره الاستيراد التي هي عاجله وانيه ولا بد من ان تكون متوفره دائما في الاجل القصير على الاقل.